بالوثيقة 45 مليارا و190 مليون دينار عراقي، هي قيمة إنشاء المرحلة الثالثة لملحق إنشاء مرقد محمد باقر الصدر في النجف، وفقا لكتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات المفارقة. والمفارقة طبعا هنا مقتضى الصدر يتحدث عن الإصلاح ومحاربة الفساد، فكيف يسمح لحزب الدعوة الذي يشرف على بناء هذا المرقد بالمتجرة باسم عائلته وبناء المراقد بهذه الأموال الطائلة؟ يتساءل نشطاء طرحوا هذه الأفكار وقالوا متسائلين أيضا، أم هو أي الصدر شريك معهم إذا ما كان الأمر فيه منفعة له ولعائلته؟